من هنا من مدينة القدس، أرض الديانات السماوية الثلاث، المدينة التي لطالما اعتدنا عليها أن تكون مليئة بالحجاج والزوار والسياح، أصبحت حزينة وفارغة وبلا حياة. كما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي: عيد وبأية حال عدت يا عيد. ففي الوقت الذي من المفترض أن تتزين مدينة القدس وتضاء شجرة الميلاد ويعم الشوارع الفرح وأصوات الأطفال وتنتعش الأسواق الفلسطينية بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، إلا أن الحزن خيم عليها وكان سيد الموقف. يعني زي هيك وقت السنة المرأة تقريبا ما في محل تحط إجرك، كل إطارات القدس معبية، كل هون المحلات بضاعة فاتحة، كل شيء كنا يعني والعالم رايحة جاي، وزي ما أنت شايفة حتى المحلات بطلنا نفتحها زي أول، نص المحلات مسكرة، فيش حدا يعني الحمد لله، ما في أي إشي حتى يعني الشجرة باب جديد ما عملوها ولا بيت لحم ولا في أي نوع من أنواع العيد ولا السياحة ولا في أي إشي، إن شاء الله تكون سنة خير وتخلص الحرب والله يجيب الفيل الخير. القدس وبيت لحم مرتبطات مع بعض، الاحتفالات إن كان بعيد الكبير أو برمضان أو بالأضحى أو بعيد الميلاد، فبتكون الاحتفالات عادة مدموجة. يعني مثلا عشان بيت لحم سووا شجرة كتير حلوة، تلاقي بيجوا من جنين، من طول كرم، من الخليل، يعيشوا أجواء العيد. لكن هاي السنة بالذات ظروف صعبة جدا، بتخليكش يعني عندك أي رغبة في إنك تسوي أعياد وكشاف وطبل وزمر وترمي شوكولاتة للناس. يعني أوضاع العالم مش عم بلاقوا اللي يأكلوه. عادة كل سنة بيكون في احتفال كتير كبير بالباب الجديد، عنا إضاءة شجرة وبعملوا بازار وكشافات، وهذا الإشي يعني كان كتير حلو، بالذات إنه كان يجذب سياح من برا يجوا لهون. هاي السنة العيد حزين بالذات بالقدس لأنه ما في حدا ولا سياح ولا احتفالات بسبب الأوضاع، ونتمنى السنة الجاي يعني يكون كل شيء تمام. لما بيصير الحركة بيجوا من الضفة الغربية، بمرقوا من هون، بيطلعوا على جامع عمر، بروحوا بزوروا الكنيسة من رام الله، من بيت لحم، من الزبابدة، لأنه الأرض مقدسة وهذه ربنا بارك حولها. حاليا فاضية، فيش حدا ماشي بالشارع. بيكون في كل الطوائف مجتمعين لأنه بيشتركوا كل الطوائف بزينة باب جديد بالإضاءة، أشكال ألوان سنة عادي. لا ما هيك شايفة، فيش ولا إنسان بيمشي بالشارع. رغم كل ما يعيشه الفلسطيني من مآس وصعاب، إلا أنه دائما يبحث عن بصيص أمل ليتمسك به، لعل وعسى تكون الأيام القادمة أفضل. لبرنامج دنيا يا دنيا، رينات خشان.